السلام عليكم تدكس الخرطوم. أنا طاهر المنا محمد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصالات. رأيي التفكير الإيجابي هو إيمانك بأهداف معينة ترسمها لنفسك، وبتجاهد من أجل أنك تحقق الأهداف دي بصورة مرتبة بثقة عالية، خليك تصل إن شاء الله لكل خطة رسمتها وكل هدف أنت واضعه في حياتك بإذن الله ترتقي له، ما دام أنت مثابر ومجتهد في تحقيق هذه الأهداف.